وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم صاحب الخلق القويم الذي أرسلته رحمة للعالمين، وارض اللهم عن صحابته الذين آزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إخوتي، تقدموا إلى الأمام أكثر ما تستطيعون بارك الله بكم، حتى يتمكن إخوتكم القادمون من الجلوس جزاكم الله خيرا. أخي المؤمن، ينبغي أن تعتاد في يوم الجمعة إذا دخلت المسجد أن تجلس في أول الأماكن قربا من الإمام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا أن خير الصفوف في صلاة الجماعة أولها، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وشر الصفوف آخرها. أما بعد، أيها الإخوة، نحن الآن في منتصف شهر شعبان، ويوم غد هو النصف من شعبان تماما، وهو يوم شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أن نتقرب إلى الله عز وجل أكثر من غيره من الأيام. أمرنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان أن نصوم يومها ونقوم ليلها. وقد اعتادت أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تقوم في هذه الليلة فيما بين المغرب والعشاء بتلاوة القرآن والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. والمعهود في قيام الليل أن القيام إنما يكون من بعد صلاة العشاء، إلا أن هذا الذي يفعله الناس اليوم في المساجد في هذا اليوم بالذات، يوم النصف من شعبان، له أساس جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي كل الليالي تكون تجليات الله عز وجل على خلقه في جزء الليل الآخر. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا عز وجل إلى سماء الدنيا أن يتجلى لخلقه، ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا إذا كان ثلث الليل الآخر، فينادي عباده: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من ذي حاجة فأقضي له حاجته؟ وذلك كل ليلة إلى أن يطلع الفجر. أما ليلة النصف من شعبان فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تتميز بتجليات خاصة، كما أن ليلة القدر تتميز بتجليات خاصة. الخير في هاتين الليلتين يكون من بدء الليل إلى آخر الليل وبدء النهار، وبدء الليل في اعتبار الشريعة الإسلامية هو أذان المغرب
يبدأ الليل حينئذ وينتهي بأذان الفجر. هاتان الليلتان فضلتا، أما ليلة القدر فقد سبق ذكرها في أحاديث كثيرة، وهي معلومة من الآية القرآنية التي يقول الله عز وجل فيها: ليلة القدر خير من ألف شهر، ثم يقول فيها: سلام هي، أي كلها سلام هي حتى مطلع الفجر. وأما ليلة النصف من شعبان فقد جاء فيها الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: يطلع ربنا عز وجل إلى خلقه ليلة النصف من شعبان. هناك في الحديث الذي يتكلم عن ثلث الليل الآخر يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقت بأنه ثلث الليل الآخر، أما هنا فقد جاء الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: يطلع ربنا عز وجل إلى خلقه ليلة النصف من شعبان. إذن الليلة كلها من بدئها إلى أن يصبح الخلق يكون فيها تجل من الله عز وجل على عباده. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يطلع ربنا عز وجل إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لهم إلا لمشرك أو مشاح، والمشاحن الحاقد على أخيه المؤمن. هذان يستثنيان من مغفرة الله عز وجل في هذه الليلة. والأحاديث في ليلة النصف من شعبان كثيرة، أصحها هذا الحديث الذي ذكرته والذي يرويه سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. لما كانت هذه الليلة ليلة مغفرة، كان من المستحسن في شريعة الله أن يقوم العباد بالتذلل والضراعة إلى الله عز وجل والدعاء في هذه الليلة. وما دام الخير في هذه الليلة يبدأ من بدايتها، أي من أذان المغرب، كان المسلمون يقومون في بيوت الله في هذا الوقت، يقومون فيما بين المغرب والعشاء فيصلون، ثم يستغفرون الله عز وجل ويقرؤون سورة ياسين. وسورة ياسين سورة لها فضيلة في القرآن الكريم خاصة، النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على قراءتها في مواضع متعددة، وخصوصا عند الموت قال صلوات الله وسلامه عليه: اقرأوا على موتاكم ياسين. وهذه السورة فيها من التذكرة بأحوال الآخرة ما يرقق القلوب. وفيها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ياسين لما قرأت له، ياسين لما قرأت له، أي كل حاجة لك عند الله عز وجل تقرأ فيها هذه السورة لأجل قضاء حاجتك، فإن الله عز وجل يقضي لك حوائجك إكراما لتلاوتك هذه السورة. وفي هذا اليوم أيضا الدعاء والاستغفار، وهذا الدعاء الذي يدعو به المسلمون في مساجدهم ما هو إلا ضراعة إلى الله عز وجل أن يقسم لهم نصيبا عظيما في هذه الليلة من الخير. وجاء فيها دعاء، هذا الدعاء وارد عن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح الذي يرويه الإمام الطبري في تفسيره وغيره من العلماء في كتبهم، وجد شيء من هذا الدعاء. هناك بعض الناس يريدون أن يشوشوا على هذه المناسبة، يقولون لك إن هذا الدعاء الذي يدعو الناس به مخالف لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يزعمون أن الكلمة التي يقولها الناس في ليلة النصف من شعبان
اللهم إن كنت كتبتنا عندك في أم الكتاب أشقياء أو محرومين أو مطرودين أو مقترا علينا في الرزق، فامحو اللهم بفضلك شقاوتنا وحرماننا وإقتار رزقنا، وأثبتنا عندك في أم الكتاب سعداء مرزوقين موفقين للخيرات. يزعمون أن هذه الكلمة تنافي قدر الله عز وجل، فالله عز وجل إذا قدر شيئا لا يمحوه، والله عز وجل في الحقيقة إذا قدر شيئا، قدر أن هذا الشيء لا بد أن يقع، فهو حقيقة لا بد أن يقع. ولكن هناك أمورا يسميها علماء الإسلام بالقضاء المعلق، أي القضاء المشروط، وهو أن الله عز وجل يأمر ملائكته فيكتبون في اللوح المحفوظ لفلان من العمر كذا وكذا إذا لم يصل رحمه، وله من العمر كذا وكذا زيادة إذا وصل رحمه. هذا القضاء يسميه العلماء القضاء المعلق، وهذا هو الذي يقبل المحو والإثبات والتغيير. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من وصل رحمه أطال الله عمره. كيف يطيل الله عمره بعد أن كتبه له؟ هناك الأجل المحتوم لا زيادة فيه ولا نقص، وهناك الأجل المعلق أي المشروط لفلان كذا من العمر إذا وصل رحمه، وإذا لم يصل رحمه فله من العمر كذا، فيزيده الله عز وجل على ذلك المقدار إذا كان واصلا للرحم. فكل شيء من هذا القضاء المعلق إذا كتب في القضاء المعلق إن فلانا يكون من الأشقياء إذا فعل كذا وكذا، ويكون من السعداء إذا فعل كذا وكذا، فيدعو الإنسان أن يمحو الله عنه ذلك القضاء المشروط ويثبت له القضاء المحقق فيكون من الصالحين. هذا الدعاء ورد عن جماعة من الصحابة كما روى الإمام الطبري رضي الله تعالى عنه وغيره من العلماء، ورد عن سيدنا عمر وغيره من الصحابة يقول في دعائه: اللهم إن كنت كتبتني عندك شقيا أو محروما فامحو اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني، وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات. هذا الدعاء ثبت عن الصحابة بالسند الصحيح، وأولئك الذين يرفضون هذا الدعاء يعترضون على الخليفة الراشد عمر بن الخطاب الذي قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقه وحق سائر الخلفاء الراشدين: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يتبين لك في هذا الحديث أن البدعة شيء لا يفعله الخلفاء الراشدون، وهذا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يدعوها بهذا الدعاء، فهو دعاء مشروع. وليقل أولئك الذين يجتهدون بالبواطيل ليقولوا ما يقولون إذا كان قدوتنا في هذا الدعاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وحسبنا في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حق هذا الصحابي الجليل: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. ثم يا أخي المؤمن، يعترض علينا هؤلاء المعترضون أيضا بأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بصيام يوم النصف من شعبان والقيام في ليلة النصف من شعبان إلا في حديث ضعيف.
نعم أيها الإخوة، هناك حديث ضعيف، إلا أن عمدة العلماء ليست على هذا الحديث الضعيف، والعلماء الذين وضعوا قوانين الرواية الصحيحة والفاسدة، والذين وضعوا قوانين العمل بالأحاديث، هؤلاء العلماء بيّنوا لنا أن الحديث الضعيف يعمل به إذا كان في فضائل الأعمال إلا أن يكون موضوعا. وأيضا فالعمل في هذا اليوم بالصيام والقيام له مستندات شرعية أخرى. أما مستند الصيام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى عنه جماعة من الصحابة، منهم عائشة في صحيح البخاري رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصوم في شعبان كان يصوم أكثره، بل يصومه كله، أي في بعض الأحيان يصوم أكثره وفي بعض الأحيان يصومه كله حتى يصله برمضان. ويوم النصف من شعبان هو واحد من تلك الأيام التي كان يصومها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بصيام الليالي الأيام البيض، والأيام البيض هي الأيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، سميت الأيام البيضة لأن القمر يكون في لياليها بدرا فتكون تلك الليالي بيضة. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصام هذه الأيام البيض، ويوم النصف من شعبان واحد من تلك الأيام البيض، فهو مشروع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قيام ليلة النصف من شعبان فالله عز وجل حثنا على قيام الليل دائما، فلو لم يكن هناك دليل لقيام هذه الليلة إلا قول الله عز وجل: قم الليل إلا قليلا، لكان كافيا. ولكن هناك من الأدلة أشياء أخرى عامة وأشياء أخرى خاصة بهذه الليلة، ذلك الحديث الذي ذكرته لكم قبل قليل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يطلع ربنا عز وجل ليلة النصف إلى عباده جميعا فيغفر لهم إلا لمشرك أو مشاح. فإذا اطلع عليك ربك عز وجل يا أخي المؤمن فكنت في حالة عبادة، وكنت في حالة تلاوة لكلامه، وكنت في حالة دعاء إليه، وكنت في حالة تذلل بين يديه، كان ذلك أحب إلى الله عز وجل وأقرب لك أن تستجاب دعوتك وأن تنال الرحمة والمغفرة في هذه الليلة. أيها الإخوة المؤمنون، هذا يوم مبارك من الأيام التي حثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنكثر من عمل الخير فيه، فإن الخير محبوب إلى الله عز وجل في كل وقت، ولكنه في الأيام الفاضلة يكون أحب إلى الله عز وجل. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن أيام خاصة عن عبادة الله عز وجل في تلك الأيام فيذكر ما فيها من التفضل الإلهي. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين، ما قال للسائل صمه فإن في صومه خيرا، وإنما ذكر له ما في هذا اليوم من المناسبة الطاهرة، المناسبة العظيمة، المناسبة التي تفضل الله فيها على خلقه. قيل: يا رسول الله، ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ فقال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، أي هذا يوم فضل يتفضل الله فيه على عباده، فهو يوم فاضل لهذه المناسبات الفاضلة، فالصيام يكون فيه فاضلا.
وهكذا كل عمل من أعمال الخير يا أخي المؤمن تتحرى فيه الأيام الفاضلة والأوقات الفاضلة ليكون أقرب إلى القبول عند الله عز وجل. نسأل الله سبحانه أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.